بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البط المسلوق والمحمر في الفرن. عندنا الاول حلة كبيرة هنحط فيها حتة سمنة لحد ما تسخن معانا كويس قوي، وبعد ما السمنة تسخن معانا كويس هنحط البطة وهنحمرها كويس من كل الاتجاهات. وخلاص كده حمرنا البطة من كل الجهات كويس قوي، وبعد كده هنغطيها بالمية، وبعد كده هنحط عليها بصلة كبيرة مبشورة ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وهنغطيها وهنوارب الغطا ونخليها على نار متوسطة. بعد حوالي ساعة وربع خلاص البط استوت معانا 3/4 سوا، ودلوقتي هنحط عليها الملح. ما بنحطش الملح في الأول علشان لو حطيناه في الأول مش هتستوي معانا، وهنحط معلقة صغيرة ونص ملح، وهنغطيها ونوارب الغطا برضه وهنسيبها لحد ما تكمل سواها. وبعد حوالي تلت ساعة البطة خلاص استوت معانا كويس، هنشيلها على طول من الشوربة. والشوربة طبعا مركزة جدا، ممكن نعمل بيها أي حاجة بقى، ملوخية أو رقاق أو أي حاجة. ودلوقتي هنعمل الخلطة اللي هندهن بيها البطة قبل ما ندخلها الفرن. عندنا معلقة كبيرة مليانة صلصة معلبة، هنحط عليها سنة سكر صغيرة، سنة ملح، معلقة صغيرة توم باودر، فلفل أسود، وهنقلب كله مع بعضه كويس. وبعد كده هنحط حوالي 4 معالق كبيرة زيت ونقلب كويس. وبعد كده هندهن البطة كويس بالخلطة اللي احنا عملناها من كل الجهات. بالشكل ده كده خلاص كده دهنا البطة كويس قوي. هنشغل الشواية في الفرن وهندخل البطة، بس هنخليها بعيدة شوية عن الشواية في الرف اللي تحت، وهنهد النار وهنسيبها لحد ما تاخد لون، وبعد كده هنقلبها على الوش التاني لحد ما تاخد لون برضه، وبعد كده هنخرجها على طول. خلاص كده البطة خلصت معانا، هنسيبها ترتاح شوية وبعد كده هنقطعها. جربوها وان شاء الله تعجبكم.